هو جزء من مجموعة الحلول، ضرورة عقد الصلح بين القائمين على أمور الدول العربية والإسلامية وبين الجماعات الإسلامية على اختلافها. آن أن يعقد هذا الصلح بين الطرفين. عقد الصلح كيف يتم؟ يتم بمهمة ينهض بها الطرفان، فعلى قادة أمتنا العربية والإسلامية أن يمارسوا مزيدا من العطف، مزيدا من الرحمة، مزيدا من الإخلاص، مزيدا من التحرك على الأمة التي أناط الله عز وجل مصالحها بأعناق هؤلاء المسؤولين، مزيد من الشفقة، مزيد من الرحمة، مزيد من تصور هؤلاء القادة للمسؤولية التي أناطها الله عز وجل في أعناقهم، يهيئ مناخا لقيام الطرف الآخر المسؤولية التي ينبغي أن ينهضوا بها، ولإصلاح العوج الذي طالما نعم استمرأوه وساروا فيه. إذا تحقق هذا الذي أقوله لكم وفاحت رائحة اللطف والشفقة وتبينت دلائل ذلك، عندئذ نتجه إلى الطرف الآخر فنقول ينبغي أولا أن نركن إلى حسن الظن بدلا من إساءة الظن، وينبغي أن نركن إلى التعاون الإيجابي بدلا من المواقف السلبية، ينبغي أن نركن إلى سد الثغرات بدلا من فتحها وجعلها وسيلة من وسائل التمركز في موقف الخصام، بدلا من أن نجعل من هذه الثغرات حجة بل نجعل منها سلاحا للمقاومة والخصام. وسيلة انعقاد هذا الصلح أيضا هنالك شيء آخر من الأهمية بمكان. طبعا أنا أتحدث عن ضرورة انعقاد الصلح بين الجماعات الإسلامية وبين قادة دولنا العربية والإسلامية. أهم الوسائل التي ينبغي أن يمارسها أصحاب الحركات الإسلامية تصفية العمل الإسلامي من شوائب السياسة، هذا أمر من الأهمية بمكان، وأعتقد أن هذا إذا تم سرعان ما ينعقد هذا الصلح، ولسوف يكون هذا الصلح نيرانا تتلظى به قلوب الذين يخططون ضد هذه الأمة وضد مصالحها. نحن كمسلمين دعاة إلى الله عز وجل، ما الذي نبتغيه؟ نبتغي التقرب إلى الله، نبتغي تحبيب الناس إلى الإسلام، نبتغي إزالة العقبات التي تحول بين فهم هؤلاء المسلمين لإسلامهم. طيب هذا الأمر لا يتحقق ولا يتم ما دمنا نمزج بهذا العمل الآمال السياسية، الطموحات السياسية. لا أريد أن أعيد شيئا ذكرته، أنا عندما أخلط عملي الدعوي بالسياسة الذي يسيل لعابي عليها، نعم أحلم بأن أصل إلى مجلس الشعب، ثم إنني أحلم أن أصل من مجلس الشعب إلى وزارة، ثم إنني أحلم أنا وإخواني إلى أن تبوأ الحكم ونمسك بناصية الحكم. هذا الوضع يجعل المسؤولين نعم يعني لا يظنون بي ظنا حسنا قط، يجعلهم يسيئون الظن بي ولهم الحق في ذلك، ومن ثم يقوم الاحتكاك السلبي بين هذه الجماعات التي تمزج الإسلام بالسياسة وبين القائمين بشؤون السياسة، ومن ثم تنشأ هذه المشكلة. طيب
ينبغي أن أقولها بصراحة، أن نعلن عن ما نبتغيه. أهو التقرب إلى الله بنشر الدعوة الإسلامية وإدخال محبة الإسلام إلى القلوب؟ إذن دعكم من السياسة، اتركوها. حتى لو وضع أمامكم كراسي الحكم ينبغي أن تكونوا زاهدين فيها، لأن هذا يشغلكم عن هذه المهمة. أما إن كنتم تطمحون إلى أن تصلوا إلى الحكم وأن تتبوأوا كراسيه وكنتم تطمعون بذلك، فينبغي أن لا تضعوا أقنعة الدعوة إلى الله على وجوهكم. دعوا هذه الأمور. نعم، هذا هو الحل الثاني الذي ينبغي أن يتحقق، عقد الصلح بين قادة المسلمين وبين الحركات الإسلامية على اختلافها وعلى تنوعها. وسبيل ذلك هذا الذي أقوله لكم.